السلام عليكم ورحمة الله، متى الأحوال؟ اليوم نهضروا على اللاكسون فرنسي، على اللاكسون فرنسي، اللاكسون أرجيريان فرنسي. قبل ما نروحوا بعيد، نهضروا على اللغة الفرنسية. نعاود نكرر برك، أنا مانيش ضد اللغة الفرنسية، أنا ضد الجماعة اللي يوصلوا المعلومة للجزائريين باللغة الفرنسية، لأنه كاين جزائريين في بوسعادة، في بشار، في تمرس، هذول راهم جزائريين أما محمد. مش غير هذوك اللي عايشين في العاصمه هما الجزائريين، باسكو يفهموا شويه فرنسي الون نقعدوا نهضروا بالفرنسي. الجزائر هم كل على مستوى الوطن، في الدروع، في جهه بسكره، في سيدي خالد، في جانيت، في تمرس، هذو كاع باغيين يفهموا باش يفهموا الناس الكل، لي فرانكوفون ولي ارابوفون ولي درجوفون. لازم نهضروا بالدرجه، لان يعني الجزائريين كاع راهم درجوفون، كاع يفهموا الدرجه. شوفوا العالم نتاعنا هذا كريم زغيب، الله يبارك. اسمع تشوف، مريات السيارات الكهربائية تخولك نيل جائزة ليونيل بولي. لقد سميت 3 مرات من بين 3300 عالم الأكثر تأثيرا في العالم. تركت في الجزائر منذ حوالي، كنت عمري 18 سنة، مشيت على فرنسا للدراسة على العلوم الكهروكيماوية، على الكهروكيماوية، ودرت دكتوراه في فرنسا. ومن بعد مشيت 5 سنوات إلى اليابان باش نكمل البحوث العلمية على الباتري والليثيوم. ومن بعد جيت هنا الكيباك الكندا منذ 25 سنة. منذ 1995 يعني هنا في شركة هايدرو كيباك، 25 سنة ندير البحوث في شتو الله يبارك، حياته كاع في ليترونجي يهضر بالدارجة. شتو فوالا، هذا ان اكزامبل تاع نالجيريا، كيما الميدسان هذاك اللي داوي في الشيبا، في المهم يداوي في امريكان، وقيل يداوي حتى في البريزيدون، هذيك النهار جابوه يهضر بالدارجة، يهضر بالدارجة لأنه على باله يوصل ميصال الجزائريين، لأنه جزائري ويفتخر بأنه جزائري. شوفوا هنا، نروحوا راديو ام، انا متتبعين راديو ام، نسمع لهم دي فوا، يجيبوا واحد المواضيع هايله، دي سوجي هايلين، سيرتو يخصوا ليكونومي. دوك كنا نشوفوهم، بصح اللي ما عجبنيش في راديو ام انا كي يهضروا بالفرنسي. علاه يهضروا بالفرنسي؟ ديروا هنا بالدارجه، دارجو فون، باش الشعب الجزائري كاع يفهم اللي راه في، اللي راه فلاح في بشار، واللي راه ميكانيسيان في الدروع، واللي راه هكذا اكسيتيرا في بوسعاده، هذو كاع يفهموا، ممكن فيهم اذكياء بصح ما يفهموش الفرنسي. كيف هذونا ما يبارطاجي، ما يشاركوش في بناء الوطن، ما يبارتيسيبا في الاخر اسمها ربي في التقدم تاع الوطن تاعنا، ما يشاركوش. لازم نشاركوهم، باش نشاركوهم لازم نفهموهم، نخلوهم يفهموا، كيفهموا يفهموا بالدارجه. شوف هنا يقعد يهضر بالفرنسي ويزيد لاكسون الفرنسي تاعهم، مخلطه بالباسي بارتيسيباسي كومبوزي كومبليمون دوبجي ديريكت، مخلطه مشكشكه واللاكسون ثاني واحد لاكسون بيزار، يهضر بالدارجه يا جماعه. اسمع تشوف ديك يا دي ترول كي اكوز توجور ديبي مارس 2019 الى كوم depuis qu'il est au pouvoir c'est de nommer des gens de dégommer des gens et de détendre le bord واحد يهضر بالفرنسي. علاه لا تعذب روحك تهضر بالفرنسي، هضر بالدارجة وكن صرح واهضر وخلي الناس تفهم. محمد انا يعجبني راديو ام باسكو الحصة تاع هذا السيد يديرها هايلة، بصح البروبليم يديرها بالفرنسي كيما انا دارها ليكونومي مع لا بنك مع السيد مال ما دو مون بوين ديو لا حاج ناصر، هذا كيما نقولوا احنا البيلي تاع لا بنك في الجزائر، فريمون هذا ايكونوميست تاع الصح. انا تمنيت يديرها بالدارجه. دي بروسيكتور اللي تي اون ايرور مي كي ريفليشيسي كوم ان بوليتيكمون اوجوردي سيز انترلوكوتور فو لي فويي او كومون ا كيل مومون مي البرو مي السوجي يهتم يخص الجزائريين وعلى هذا الفرنسي. نزيدو نسمعوا هنايا يخص في الميني تاع الاخر اسمها ربي اليمين تاع المواد الطبيعيه سي ان الجيري. دونك يا دي اكسبيرتيز كون بو ريكوبير، يا دي اكسبيرتيز كون بو اي فوالا. مي كلكو كاين مواضيع في راديو ام بالدرجه مون هناك من يعتقد انه يعني فيه تضخيم لحاله الحريات في الجزائر.
هنا يعجبوني بالدارجة باش الجزائري قاعد يفهم. العديد من المواطنين يقتني وهذا المعدات أو قارورات الأكسجين لي ليدر ريانيماسيون للاستشفاء في اي فوالا، هذا نورمالمون هكذا يتصف بالشعب الجزائري قاعد يفهم، ماشي فرنسي فرنسي فرنسي. سيرتو واحد لي سوجي هايلين، مواضيع تاع اقتصاد مهمين. شوفوا شنو كيهضروا الفرنسي. شوف 大家好，我叫梁莎莎，然后我是中国人，来自中国，然后我现在在蒙彼的。شينوية تقرا في فرنسا وما تهضرلكش بالفرنسي، تهضر بالشينوية باسكو راهي تهضر مع الشعب تاعها، تهضر بالشينوية وما تهضرلكش بالفرنسي، لأنهم هذونا شناوة فايقين باسكو الميساج راه للشعب تاعهم. وزيد شناوة هذو الناس يضحكوا عليهم، يجي نهار هما اللي يضحكوا على الناس، يضحكوا على الدول الأكل، سيرتو الدول الأوروبية هذه. أي السلام عليكم ورحمة الله وطهلا في رواحكم. هذه غير برك هنا توجور توجور مكافحة ضد استعمال اللغة الفرنسية. كي نستعملوها ما نعرفوش نستعملوها، نستعملوها كتا دين فاسون بسيكولوجيك، مالادي بسيكولوجيك، نستعملوها باش نبينو رواحنا وليو باش نستعملو اللغة باش نوصل الميساج اللي هي الدرجة للشعب الجزائري باش يفهم. هذا هو البي، هذا هو الهدف. السلام عليكم.